يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات الأفلام اللي بنسويها. الحلقة اليوم هنحكي عن مسلسل على نتفليكس اسمه أوزارك. أوزارك عبارة عن 3 سيزن بتكلم عن غسيل الأموال. طبعا المسلسل أنا بالنسبة لي ما كان مشجع كتير إلا أني شفت عن جد طريقة غسيل الأموال اللي بسوها. طبعا يعني أنا شعرته أنه بطيء المسلسل شوية هيك في بطء في الأحداث. الأحداث يعني غريبة هيك مش ما بتشدك أنك تحضر الحلقة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. لكن الغريب في المسلسل أنهم بتكلموا عن طريقة غسيل الأموال. هذا الشخص بيكون طبعا بيشتغل في الفاينانس وبالأموال. هاي زوجته او طليقته اللي هي بتكون شريكته في هذا بتقرر انها تكون معاه شريكه وليست زوجه من اجل الابناء. بكون عندهم ولد وبنت. طبعا الولد والبنت بيعرفوا برضه بالشغلات. بتبدا بالسيزن الاول انهم بروحوا يغسلوا اموال اعتقد 8 مليون. بروحوا على مكان اللي هو اوزارك اللي منطقه فيها حديقه وفيها بحيره وبيحاولوا غاد يشتروا بزنسز بالبزنسز اللي فيها كاش. زي مثلا بيشتري بار، بيشتري مطعم، الأماكن اللي فيها كاش بحيث إنه يقدر يحط الأموال تبعته داخل الـ أموال الشخص هذا ويغسل له إياها، وطبعا هو بأخذ نسبة على ذلك. بعدين في السيزن الثاني بيبدأ نفس الشخص بطلب منه إنه يغسل له أعتقد 50 مليون، وبتبدأ القصة. طبعا بكون واحد FBI بيلحقهم. هذا هو بكون بحاول إنه يلحقهم عشان يوصل أو يمسكهم في الحقيقة. بعدين بيبدأوا يشتغلوا مع دراج ديلرز، بعدين مع ناس بالجوفرمنت عشان يعملوا كازينو. الكازينو بتعرفوا أكثر مكان فيه فلوس وممكن يصير فيه غسيل أموال. فالموضوع كله عن كيفية غسيل الأموال، كيف انك تخلط الاموال الديرتي او الوسخه مع الاموال النظيفه وتقدر تطلعها ببزنس جديد نظيف. وهذا اللي بيسووه معظم طرق غسيل الاموال. مسلسل يعني بعطيك هيك شويه معلومات بدك اياها يمكن في الحياه تعرف عن موضوع غسيل الاموال. انا زي ما حكيت لكم شفته بطيء شويه في الاكشن تبعه، دخل كتير في شغلات يعني ما اتوقع انها مهمه، بس تعرفوا بده يسوي مسلسل، بده يسوي منه 3 سيزن وكل سيزن بده 10 حلقات، فلازم يسوي قصة. هذا الملخص تبع أوزارك. إذا حابين تحضروه بكون جميل. بلغوني إذا عجبكم ولا لا. إذا عجبكم حطوا في الكومنت. إذا ما حضرتوا الحلقات الماضية والحلقات القادمة احضروها. اعملوا سبسكرايب للقناة وأكيد اعملوا شير مع أصحابكم. ونراكم في حلقة ثانية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.